ربنا سبحانه وتعالى لما بينصرني ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب ينصر عبد بينصره ولو بعد حين. وأنا دايما بقول لكم أنا نفسي طويل وببقى عارف بعد سنة ما دمت حي ربنا هيكرمني بإيه. من سنة ونص حصل أزمة في مباراة سلة ولا مباراة كرة يد لو تفتكروا بسبب حضور شيكابالا في الصالة المغطاة في نادي الزمالك. ووقتها اتقال الأهلي صمم إن شيكابالا يخرج وحصلت أزمة كبيرة، إزاي شيكابالا يخرج ولعيبة الزمالك وده عيب ودي قلة أدب ومش عارف إيه والكلام ده كله. قلت لكم يا جماعة دي لوايح ومحدش يزعل، فاتعمل علي حملة من بعض المغرضين إني أنا ضد شيكابالا وإن أنا كذا وإن أنا كذا وإن أنا كذا. النهارده كان في مباراة كرة طايرة، مباراة كرة طايرة بين سيدات الأهلي وسيدات الزمالك. المباراة دي كانت نسبة متابعتها أكبر من مباراة كأس العالم بتاعت اليابان وكرواتيا اللي انتهت بفوز كرواتيا بركلات الجزاء 3-1. أبدأ بالموضوع اللي ربنا نصرني بيه واللي مفيش حد في الإعلام هيقول لكم عليها عشان الناس اللي عايزة تضلل. وقتها أنا قلت الأهلي عنده حق إنه يصمم على تطبيق اللائحة وشيكابالا وإمام عاشور وكل اللي كانوا موجودين يطلعوا من الصالة. الناس زعلت مني عشان كنت بقول تطبيق اللائحة. هبدأ معاكم النهاردة قبل ما أتكلم على قمة اليد للسيدات لأنها دي حديث الساعة، أبدأ معاكم باللي حصل وده انفراد. فريق الزمالك في صالة الشهداء لقي والتر هودج وزوجته قاعدين في المدرج وشافوا مستر أجوستي ويوناندر جاريسيا وزوجته موجودين في الصالة. لعيبة الأهلي ومديرهم الفني في الصالة اللي هيتلعب عليها مباراة كرة الطايرة للسيدات. والتر هودج طبعا عارفينه حضراتكم ومراته كانوا موجودين، وجاريسيا وزوجته كانوا موجودين، ولويجي راندوزو كان موجود، ومعاهم المدير الفني مستر أجوستي. فريق نادي الزمالك رفض يلعب إلا بعد خروجهم من صالة الشهداء. أقول المعلومة تاني، فريق الزمالك رفض يلعب المباراة إلا بعد خروج مستر أجوستي واللي معاه سواء والتر هودج وزوجته وجاريسيا وزوجته وراندوزو. قال لك يا جماعة الليحة بتقول كذا، دول يطلعوا برا. وبالفعل المنظمين خرجوا مستر أجوستي والناس اللي موجودين الأهلوية بتوع كرة السلة. وآدي الصورة انفراد وحصري لعبد الناصر زيدان، أدها أدها يا جماعة حضراتكم دول قدامكم اهو. فريق الزمالك مرضيش يلعب مباراة الطايرة للسيدات الا لما يخرج أجوستي ولاعيبة الاهلي وزوجاتهم اهو اهو. وعشان انا راجل محترم وما باكلش بمكيالين وما بيهمنيش حد، انا بقولك شوف ربنا نصرني ازاي. اللي قالوا هجم شيكابالا وامام عاشور ولعيبه الزمالك، وازاي فريق الاهلي الاسطوره شيكابالا يقولوا له اطلع بره ما تتفرجش على مباراه السله،
ازاي مش عارف ايه. النهارده بقول لك نفس الوضع حصل من الزمالك، واللائحة هي الفيصل اهو ادهم، وبالفعل خرجوا والزمالك مرضيش يلعب غير لما خرجوا اهي. لا فيها حاجة اسمها كراهية، ولا فيها حاجة اسمها فلان بيحب فلان، ولا لائحة بتقول واحد اتنين تلاتة اربعة. الزمالك صمم على تطبيق اللائحة زي الاهلي ما صمم وقتها على تطبيق اللائحة. كفرنا الاهلي وقتها وطلع عبد الناصر زيدان ابيض من الخطيب لو تفتكروا. وازاي طب النهارده موقفكم ايه؟ عبد الناصر زيدان موقفه لا يتغير. الزمالك صح زي ما انا قلت قبل كده، الاهلي صح، قلت الاهلي صح انه صمم يطلع شيكابالا واللي معاه، والنهارده بقول لك الزمالك صح انه يطلع اجوستي واللي معاه. اللائحه بتقول كده، وادي الصوره بنفرد معاك بيها بس عشان تعرف ان ربنا بينصرني ولو بعد حين اهو. يبقى اذا الكذاب الافاق والصفحات المعذوره الابيضه اللي بتقعد تعمل حملات على الناس ربنا بينصرك ولو بعد سنه ونص.